التجميل بمدينة وجدة أول تجربة عرض فني امتزج فيه التشكيل بالتجميل، وعرف مشاركة فنانين يحاكون إبداعاتهم بالريشة واللوحة. رشيد العتابي وعبد الرحيم بن شيخي. بوجدة خلصوا إلى طريقة أصيلة كي يزداد الناس قربا من الجمال أي الفن والتشكيل أساسا. معهد للتجميل يحتضن لوحات لفنانين هم اختصاصي اللون والمشتغلون بتأريخ الجمال عبر لوحاتهم. هذه الفكرة تستحق حقوقا للتأليف لأنها نشأت وطبقت في وجدة. بالنسبة لهذه تجربة فريدة من نوعها، حيت بالنسبة لي كان عرض لوحات من نوع التجريدي وفي نفس الوقت كتربط ما بين الجمالية نتاع المرأة، يعني كاين واحد التناسق بيناتهم. وفي نفس الوقت المعهد اللي فيه أنا حاليا كيجمع ما بين الجمال والفن التشكيلي. كيشتغل أكثر على الخيال، والهدف هو أن نزاوج بين الفن التشكيلي وما نعمل عليه نحن كفن الجمال والتجميل للمرأة طبعا، لكن الجمال يعني الفن باختصار. قد يندهش الناس لهذه الفكرة، لكنها نقطة إيجابية بالنسبة للفن التشكيلي. بالنسبة لهذا المعرض هو النقطة ديال القوة ديالو هو أنه خرج من لاغاليري، لأنه كنا مولفين غير في لاغاليري نتاع وزارة الثقافة اللي يعني كيكون فيها المعارض. هنا خرجنا يعني حتى المكان غيرناه وغيرنا الناس وغيرنا يعني مكان جديد غير مألوف أنه كيكونوا فيه المعارض، خصوصا هنا في الجهة الشرقية. زيادة في الإبداع، قدم الفنانون أجوبة عن أسئلة للزائرين حول طرق اشتغالهم وليس عن موضوع اللوحات.